عليكم ورحمة الله وبركاته. السيشن اللي فات ابتدينا الجزء الأول من الكورس دوت وهو المتعلق بالسي بروجرامينج، وعرفنا ان ايه مودولار بروجرامينج او ستراكشرال بروجرامينج، عرفنا ليه السي بيستعمل في الامبيدد سيستم، عرفنا ازاي بنديفاين فاريبلز في السي وايه الديفرنت داتا تايبز اللي موجودة في السي، الديفرنت اوبريشنز اللي انا ممكن اعملها على الفاريبلز ديت، عرفنا نديفاين فانكشن وازاي بنستعمل الفانكشنز عندنا في الكود او ازاي نكول الفانكشن ديت، ازاي نعمل ريكيرسيف فانكشن وازاي الريكيرسيف فانكشنز بتشتغل. الحاجات دي احنا شفناها السيشن اللي فات. تعالوا نكمل مع بعض السيشن دوت ونبتدي السيشن بتاعنا باكزامبل. لو انا عايز اعمل بروجرام لكلية، البروجرام دوت بيحسب لكل طالب مجموع الدرجات بتاعه او التقدير العام بتاعه لترم معين، وفي كل مادة من المواد يقول للطالب اذا كان هو ناجح فيها او مش ناجح والتقدير بتاعه عامل ازاي. فانا كاني في اوبريشن معينه عايز اعملها لكل طالب من الطلاب ديت، فقدامي احد طريقين، يا اما اقعد اكتب كود المقابل لكل طالب من الطلاب الموجوده في الدفعه ديت، او اللي انا اقعد الوب على الكود دوت لكل طالب من الطلاب دول. تمام، يبقى البروجرامينج لانجوج لازم تمكنني من حاجه زي كده. لو انا عندي مجموعه من الانستراكشنز عايز الف عليها او جزء من الكود بتاعي عايز الف عليه اكتر من مره، يبقى لازم البروجرامنج لانجوج دي تمكنني من حاجه زي كده. دي البوينت الاولاني. البوينت الثانيه، لو انا مثلا كل طالب من دول عايز اتشيك اذا كان هو ناجح او ساقط، فهيحصل له برينتنج على الشاشه بتاعته مثلا ان هو ناجح في الماده ديت او ساقط، فانا محتاج انفذ one of two actions based على حاجه معينه، يعني based على الدرجه بتاعته انا هنفذ لاما هو ناجح او راسب، ولو راسب مثلا هو محتاج اللي هو ياخد الكورس دوت مرة تانية. فبرضو البروجرامينج لانجوج لازم تديني الامكانية اللي انا انفذ جزء من الكود بتاعي بس على كونديشن معين او ما نفذهوش. طيب حاجة زي كده بتتعمل في السي ازاي؟ ففي السي في flow control statement. flow control statement ديت بتمكنني من ان انا اعمل الحاجات ديت، يعني انا الكود بتاعي بطبيعته سيكوينشال، ستيتمنت ورا ستيتمنت ورا ستيتمنت، فهو الطبيعي اللي هو يمشي من الستيتمنت الاولانيه للثانيه للثالثه للرابعه لغايه ما يوصل لاخر ستيتمنت عندي في الكود. طيب لو انا عايز اكسر دوت، لو انا عايز اكسر الفلو دوت اللي هو السيكوينشال فلو دوت ونط مثلا على ستيتمنت معينه under specific condition، او اعمل لوبينج على مجموعه ستيتمنتس من الستيتمنتس ديت، او اعدي على ستيتمنت تحت كونديشن معين او لا، فدوت بيسمى بالفلو كنترول ستيتمنت. الفلو كنترول ستيتمنت هي اللي بتمكنني من حاجه زي كده. لو انا مثلا عملت لوب وعايز اكسر اللوبز ديت، هكسرها ازاي كل دوت، او اخرج بره اللوب ديت ازاي في اي وقت انا حابب، كل دوت بيتم من فلو كنترول ستيتمنت. الفلو كنترول ستيتمنت ديت زيها زي اي ستيتمنت موجوده في السي، بس ديت هي كومباوند ستيتمنت. الكومباوند ستيتمنتس ديت ممكن تتحط في اي مكان الستيتمنت العاديه ممكن تتحط فيه. الكومباوند ستيتمنتس ديت اللي هم الخمسه الاولانيين دول، الخمسه الاولانيين دول بيكون ليهم بادي، البادي بتاعهم لازم يكون ستيتمنت. الستيتمنت ديت ممكن تكون كومباوند ستيتمنت او ستيتمنت عاديه، ممكن حتى تكون امتي ستيتمنت. امتي ستيتمنت يعني ستيتمنت ما بتعملش حاجه، وهنشوف لازمتها ايه بعد شويه. تعالوا نبتدي مع بعض ونمشي على واحدة واحدة من الستيتمنتس ديت ونشوف بتعمل ايه. المثال اللي احنا لسه قايلينه من شوية بيزد على درجة الطالب، لاما هو هيكون راسب لاما هو هيكون ناجح، لاما هو هيكون راسب لاما هو هيكون ناجح، وهو هينفذ one of two actions based على condition معين. فانا لو عندي مثلا عايز اتشيك على كونديشن ان الجريد اكبر من 50، هنفذ الاكشن دوت اللي انا هطبع على الشاشه كلمه باز او اطبع على الشاشه كلمه فيلد. هي الاف ايلس ستيتمنت هي اللي بتمكنني من حاجه زي كده، اللي انا اختار ما بين مالتيبل اكشنز بيزد على كونديشنز معينه. فلو الكونديشن دوت متحقق الاكشن الاولاني هيتم، لو الكونديشن ما اتحققش الاكشن التاني هو اللي هيتم. ممكن انا في الـ if else statement بدل ما انفذ statement واحدة بالشكل ديت انفذ multiple statements تحت condition معين، او ما انفذش multiple statements تحت condition معين، عن طريق اللي انا بدل ما احط statement واحدة واخرها semicolon، لا انا هحط
مجموعة statement ما بين curly brackets بالشكل دوت. يعني لو الطالب جايب أكبر من 50 درجة، أكبر من أو يساوي 50، هيطبع اللي هو ناجح، else هيطبع اللي هو راسب، وبرضه هيعمل يطبع اللي هو لازم ياخد الكورس دوت مرة تانية، كأن هو في ال else بتاع الكونديشن دوت. لما الكونديشن ما تحققش هينفذ مجموعة الجمل ديت، مش جملة واحدة بس، مجموعة الجمل ديت عشان تتنفذ في ال else لازم يتحطوا ما بين two curly brackets. تمام. ال if else statement ديت compound statement، ممكن البادي بتاعها يكون compound statement تاني. فال if else ممكن يكون البادي بتاعها نفسه عبارة عن if else تاني. ال if else ممكن البادي بتاعها يكون عبارة عن compound statement تانية، وليكن if else زيها تاني، وبتسمى بال nested if else. nested if else. تمام. تعال نشوف example لل nested if else. لو grade بتاع الطالب أكبر من أو يساوي 85 فهيطبع excellent. طب لو مش أكبر هيشوف الأكشن التاني اللي هو ممكن يعمل. الأكشن التاني if grade أكبر من 75 فهيطبع very good. لو غير كدوت هيشوف أكشن تاني ممكن يعمل. فكأني هو في الآخر هيعدي على condition واحد من ال conditions ديت، ومش هيخش في أي conditions، أو مش هيتشيك على أي conditions، يعني مش هيتشيك على دوت على سبيل المثال غير لما اللي فوقيه يكون failed. مش هيتشيك على دوت غير لما ده يكون failed ودوت يكون failed. فدوت ما يسمى بال nested if statement. هو في الآخر هينفذ action واحد من مجموعة ال actions ديت بيزد على كونديشن، ومش هيخش مش هيتشيك على الكونديشن ده مثلا غير لما الكونديشن اللي قبليه يكون فيلد. مش هيتشيك على الكونديشن ده مثلا غير لما دوت يكون فيلد ودوت كمان يكون فيلد. ممكن نغير طريقة الكتابة ديت for simplicity يعني، وتتكتب بنفس بتتكتب بالشكل دوت، هو مجرد بس تغيير في الشكل بتاع الكود. انا برضو ممكن اختار ما بين multiple actions based على value معينة ال variable معين عن طريق switch statement. switch statement بتاخد variable معين وبيزد على value معينة لل variable دوت، بتعمل action معين، بيزد على variable تاني بتعمل action تاني، وال default actions بتتحط في الاخر اللي هي ال actions اللي ممكن تتعمل. فمثلا على سبيل المثال لو انا عندي مثلا درجة الطالب excellent او very good، excellent او very good او good او best، وانا عايز increment يكون عندي عدد الطلاب اللي هم جايبين جيد جدا او امتياز او جيد او كده، هكل اللي اعمله لو الدرجة بتاعت الطالب excellent هincrement الكاونتر بتاع ال excellent، لو درجة الطالب very good هincrement الكاونتر بتاع ال very good، لو درجة الطالب good هincrement الكاونتر بتاع ال good، لو درجة الطالب best فهincrement الكاونتر بتاع ال best. لو جالي backslash n او جالي space هخرج من الكيس statement ديت، ولو ما جاليش اي حاجة من الحاجات اللي فوق ديت هعمل ايه؟ هطبع اللي دوت grade غلط، ولو سمحت دخل grade تاني واخرج من الكيس statement. لاحظنا ان هو جملة break ديت، جملة break ديت لازمتها ايه؟ يعني ايه لازمة اللي انا احطها او ما احطهاش؟ break بتخليني اخرج بره ال case statement. لو انا ما حطيتش break بيتشيك على اللي بعدين، يعني لو انا شلت ال break ديت فهو مش هيتوقف عند اللي هو increment counter ده، لا ده هيفضل يتشيك على الكيس ديت، بعد كده يتشيك على الكيس ديت الكيس ديت وهكذا. فانا لما ما احطش كلمة break هو بيفضل يتشيك على الكيسز اللي بعديها. تمام كده واضح. احنا شوفنا ازاي اللي انا نافذ اكشن معين بيزد على كونديشن معين او بيزد على فاليو معينه لفاليبل ايا كان الفاليبل دوت. طيب عن طريق الاف الس ستيتمنت او النستد اف ستيتمنت، عن طريق السويتش ستيتمنت. لو انا عايز اعمل لوبينج هعمل ايه؟ اللوبينج احد الطرق اللي انا اعمل بيها لوبينج في سي هو الفور لوب او الفور ستيتمنت. الفور ستيتمنت ده بتعمل ايه؟ تعالوا نشوف هي بتشتغل ازاي الاول، وبعد كده نشوف اكزامبل ليه. فانا فور initialization loop continuation test وبعد كده increment.
كأن في البداية في variable معين أو مجموعة من variables بعمل لها initialization، بعد كده بتشيك على الكونديشن اللي انا مفروض معاه افضل اكمل اللوبينج بتاعي. لو الكونديشن متحقق هنفذ البادي بتاع الفور لوب ديت او مجموعة الستيتمنتس اللي جوه البادي بتاعت الفور لوب ديت. بعد كده اجي على الانكريمنت ستيتمنت، الانكريمنت ستيتمنت بعد كده هتشيك على الكونتينويشن تيست. لو الكونتينويشن تيست دوت باسد فهنفذ الستيتمنت، وبعد كده اروح على الانكريمنت ستيتمنت، بعد كده هتشيك تاني وهكذا. كأني هفضل اتشيك بعد كده لو الكونديشن دوت متحقق هخش في البادي بتاع البادي بتاع الفور دوت انفذه، وبعد كده اروح على الانكريمنت ستيتمنت وهكذا. افضل في اللوب دي كده تشيكينج، وبعد كده انفذ البادي، وبعد كده الانكريمنت ستيتمنت، وبعد كده تشيكينج بادي الانكريمنت ستيتمنت، لغاية ما الكونديشن دوت يفيل فاخرج في اول ستيتمنت بعد الفور لوب. يعني انا بيكون عندي، لو جينا نحطها كفلو شارت، انا بيكون عندي initialization، initialization ديت بعد كده بتشيك على condition، لو condition متحقق هنفذ البادي بتاع الفانكشن، بعد كده هنفذ الانكريمنت ستيتمنت، وبعد كده ارجع تاني اتشيك على الكونديشن، لو الكونديشن متحقق هنفذ البادي بتاع الفانكشن كده الانكريمنت ستيتمنت، وبعد كده اتشيك على الكونديشن، لو اتحقق همشي في نفس اللوب دي تاني، لو ما اتحققش هخرج بره. تعالوا نشوف اكزامبل لحاجه زي كده. لو انا عندي فاريبل اسمه كاونتر ونوع انتجر، وفور كاونتر ايكوال 1، كاونتر ليس ذان اور ايكوال 3، كاونتر بلس بلس، برنت اف بيرسنت دي الكاونتر ده. ففي البدايه كاونتر حصل له انيشاليزيشن بواحد، واحد اقل من التلاتة هيخش نقط في البادي يطبع واحد. بعد كده كاونتر دروب بلس بلس، والكاونتر كان بواحد هتبقى باتنين، اتنين ليس ذان اور ايكوال 3، كونديشن كده متحقق فيخش ينفذ البادي بتاع الفانكشن وهيطبع 2 بلس بلس تبقى 3 ليس ذان اور ايكوال 3، فعلا هيخش البادي نوت هيطبع 3، 3 بلس بلس اللي هي 4 ليس ذان اور ايكوال 3، لا فيخرج بره الفانكشن. فكأني الفور لوب ده طبعت لي 1 2 3، يعني كأني عملت لوبينج 1 2 3. ممكن انا اعمل لوبز من خلال الوايل ستيتمنت. الوايل ستيتمنت بتعمل ايه؟ الوايل بتتشيك على كونديشن معين، طول ما الكونديشن دوت متحقق فهي بتنفذ البادي بتاعها، طول ما الكونديشن بتحقق تنفذ البادي بتاعها، اول ما الكونديشن يفيل تخرج في اول ستيتمنت بعد الوايل ستيتمنت ده. تعال نشوف اكزامبل اللي قدامنا دوت، انتجر كاونتر ايكوال 1، كاونتر نوت انشالايزد ب 1، وايل كاونتر ليس ذان اور ايكوال 3، الكاونتر بواحد فالواحد اقل من التلاتة فيخش نوت في البادي بتاع الوايل دوت وينفذ الجملة ديت هتطبع واحد على الشاشة. وبعد كده بلس بلس كاونتر، الكاونتر بقت باتنين، اتنين ليس ذان اور ايكوال 3 فعلا هي أقل من أو يساوي التلاتة فهتطبع اتنين، وبعد كده increment plus plus 2 هتبقى 3 less than or equal 3 still condition دوت متحقق هيطبع تلاتة، وبعد كده plus plus 3 هتبقى 4 less than or equal 3 لأ، وهيخرج في أول statement وبعد الوايل دوت هتلاقي counter equal 0. بعد كده ينفذ بعديها while plus plus counter less than or equal 3 plus plus counter يعني 0 بلس بلس 0 هتبقى 1 اقل من او يساوي 3 فعلا فبرنت اف ال 1. بعد كده يرجع تاني بلس بلس 1 اللي هي 2 ليس ذان اور ايكوال 3 هيجي ان هو يطبع 2. بعد كده بلس بلس 2 ليس ذان اور ايكوال 3 بلس بلس 2 اللي هي 3 ليس ذان اور ايكوال 3 هيطبع 3. بعد كده بلس بلس 3 ليس ذان اور ايكوال 3 لا، بلس بلس 3 و 4 ال 4 مش اقل من او يساوي 3 فهيخرج في اول ستيتمنت بعد الوايل ستيتمنت بتاعتي ديت. تعالوا نشوف اكزامبل تاني للوايل لوب. انا عندي نوع تو فاريبلز، كاونتر انشلايز ب 1 وريزلت انشلايز ب 1، وطول ما الكاونتر ليس ذان اور ايكوال 3 هينفذ البادي بتاع البادي بتاع الوايل ستيتمنت ديت.
ففي البداية الكاونتر بواحد، واحد أقل من أو يساوي التلاتة فعلا، فيخش ينفذ الريزلت بيساوي الريزلت في وان، كأن الريزلت إن هو بقت بواحد، واحد في واحد هيدينا واحد، والكاونتر هيحصله انكريمنت هيبقى اتنين، اتنين أقل من التلاتة أقل من أو يساوي التلاتة يبقى الريزلت بيساوي الريزلت القديم اللي هي كانت بواحد مالتبلايد في اتنين، يبقى الريزلت بيساوي اتنين، والكاونتر هيحصله increment هيبقى بتلاتة، تلاتة أقل من أو يساوي تلاتة يبقى يخش نقط الريزلت كانت باتنين، اتنين هتنضرب في تلاتة تبقى بستة، والكاونتر يحصل له increment يبقى بأربعة، أربعة less than or equal 3، لأ هيخرج في أول statement بعد ال while statement بتاعتنا ديت. طب ال example دوت كأنه عمل ايه؟ كأنه ضرب 1 في 2 في 3، يعني كأني جبت الفاكتوريال بتاع 3، يعني الفاكتوريال بتاع 3 او الفاكتوريال بتاع n in general ممكن بدل ما انا اجيبه بالريكيرسيف فانكشن اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، ممكن اجيبه من خلال اللوبينج عن طريق الوايل او الفور او الدو وايل اللي احنا هنشوفها بعد شوية، يعني من خلال اللوبينج. الريكيرسيف فانكشن بيكون ليها اوفر هيد بعكس الوايل ستيتمنت ما بيكونش ليها اوفر هيد بتاع الكولينج والريتيرنينج من الفانكشن، وهنعرف باستفاضة ايه الاوفر هيد بتاع الكولينج والريتيرنينج من الفانكشن في الجزء الخاص بالميموري مانجمنت. تعالوا نشوف ممكن نعمل لوبينج ازاي، كمان ممكن نعمل لوبينج عن طريق الدو وايل، دو وايل ستيتمنت. طيب بس تعالوا قبل ما نتكلم عن الدو وايل ستيتمنت نقول حاجة، في الوايل ستيتمنت لو الكونديشن بتاعي دوت في البداية خالص ما تحققش، فالبادي بتاع الوايل عمره ما هيتحقق. في الوايل ستيتمنت لو الكونديشن في البداية خالص ما تحققش، فهو بالتالي البادي بتاع الفانكشن، البادي بتاع الوايل مش هيتحقق خالص. طيب الدو وايل بتعمل ايه؟ الدو وايل بتحقق البادي بتاعها في البداية مرة واحدة، whatever الكونديشن متحقق ولا لا، الدو وايل بتحقق البادي بتاعها في البداية مرة واحدة whatever الكونديشن متحقق ولا لأ، وبعد كده تتشيك على الكونديشن، لو الكونديشن متحقق تنفذ البادي تاني وهكذا، فكأنها بتنفذ البادي وبعد كده الكونديشن، بعكس الوايل، الوايل بتنفذ الكونديشن وبعد كده البادي. اوكي فعندنا مثال ان هو الدو وايل بيعمل ايه، انتجر كاونتر ايكوال زيرو، دوت فاريبل اسمه كاونتر ونوع انتجر وانيشالايزد بزيرو، في البداية خالص الدوال هتنفذ البادي بتاعها مرة واحدة فهتطبع 0، وبعد كده while plus plus counter less than or equal 3 plus plus 0 اللي هو 1 less than or equal 3 فعلا، فهتروح ينفذ الكود دوت البادي بتاعه، البادي هيطبع 1 plus plus 1 less than or equal 3 ال 2 less than or equal 3 فعلا، فهيطبع 2، بعد كده plus plus 2 اللي هو 3 less than or equal 3 condition passed يعني 3 less than or equal 3 فهيطبع 3، بعد كده plus plus 3 اللي هو 4 less than or equal 3 لا الأربعة مش أقل من أو يساوي 3، فهيروح على أول statement بعد do while statement ديت. تمام كأني حاجة زي كده طبعت لي 0 1 2 3، فكأني يعني نفس زي شبه الاكزامبلز اللي هناك اللي احنا شفناها في الوايل والفور لوب. ممكن انا بدل ما استعمل اللوبز اللي هي اصلا سبورتد في اللانجوج زي الفور لوب والوايل والدو وايل، ممكن اعمل اللوب بتاعتي، يعني لو انا عايز الوب على مجموعه من الستيتمنتس فانا محتاج، انا هلوب تحت كونديشن معين، فانا محتاج اف ستيتمنت اللي هي بتتشيك على كونديشن معين وبيزد عليه هتعمل اكشن معين، ومحتاج حاجه كمان تقول لي روح لستيتمنت معينه عندي في الكود، فالحاجه اللي بتقول لي روح لستيتمنت معينه عندي في الكود هي جو تو ستيتمنت، الجو تو ستيتمنت ده بتمكني من ان انا اروح للوكيشن معين في الكود، فانا لو عندي الجو تو ستيتمنت والاف ستيتمنت ممكن اعمل لوبينج بالاف بالاف ستيتمنت والجو تو ستيتمنت، اعمل لوبينج باي شكل انا محتاجه.
لو انا دلوقتي في لوب معينه واللوب ديت عايز اكسر، يعني انا جوه الوايل لوب وعايز اندر سبيسيفيك كونديشن اخرج بره اللوب ديت، ففي البريك ستيتمنت. البريك ستيتمنت بتخليني اخرج فوريا من الوايل لوب او الدو وايل او الكيس ستيتمنت او الفور لوب، اخرج براها نهائي، هخرج بره الستيتمنت ديت نهائي. فديت البريك ستيتمنت. في ستيتمنت تانية بتمكنني ان انا اوقف الاتريشن الحالية او اللوب الحالية وابتدي من النكست اتريشن او النكست لوب، وديت اللي هي الكونتينيو. يعني في حالة الفور لوب مثلا، في حالة الفور لوب بتبتدي من الانكرمنت ستيتمنت، في حالة الوايل والدو وايل هوقف بقية الستيتمنتس الموجودة عندي في الستيتمنت ديت وابتدي من نيكست اتريشن اللي هو من الاول اللي تشيكنج على الكونديشن. فدول البريك ستيتمنت والكونتينيو ستيتمنت، ديت بتخليني اخرج بره الستيتمنت النهائي، ديت بتخليني انتقل للنيكست اتريشن. اخر ستيتمنت هنشوفها مع بعض هي الامتي ستيتمنت. الامتي ستيتمنت يعني ستيتمنت ما بتعملش اي حاجه، يعني ممكن اقول وايل كونديشن معين سيمي كولون، ديت بيزي ويتنج على كونديشن معين يتحقق. كده اهوت احنا النهارده شفنا الكومباوند ستيتمنت، الاف والسويتش والفور والوايل والدو وايل، شفنا الجو تو ستيتمنت، شفنا البريك والكونتينيو ستيتمنت، وشفنا الامتي ستيتمنت اللي موجوده في السي اللي هي ستيتمنت ما بتعملش اي حاجه. السيشن اللي فات كنت قلت ان احنا هنتكلم عن البوينترز والاريز، بس حسيت ان الكم هيكون كبير في السيشن فقسمته على تو سيشنز. ان شاء الله السيشن اللي جاي هنتكلم باستفاضه عن البوينترز والاريز في السي. اشوفكم ان شاء الله السيشن الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.